بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن النهاردة يا باشمهندسين بعنوان Some Important Discrete Probability Distributions. ايه بقى حكاية العنوان ده او الموضوع ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك ان في عدد كبير جدا من التجارب العشوائية في الحياة العملية المحيطة بينا ليها خواص مشتركة، يعني كل شوية تجارب، كل مجموعة تجارب ليهم خواص مشتركة سوا. فالعلماء عملوا ايه؟ اخدوا كل المجموعة دي، يعني كل التجارب اللي ليها خواص مشتركة، ودرسوها كويس جدا، وكونوا ليها توزيع احتمالي معين، بحيث ان انا لو عاوز احسب اي احتمال بروح اعوض في التوزيع الاحتمالي ده، فاطلع قيم الاحتمال ايه على طول. يعني بمعنى تاني ان البروبيتي ديستريبيوشن دي مش منسين، التوزيعات الاحتمالية دي بتسهل عليك كتير حساب الاحتمالات. زي مثلا اقول لك مثال عشان الدنيا توضح معاك. يعني انا بحب في الاول اقول لك ايه فايدة الحاجة اللي انت بتاخدها. لو مثلا قلت لك انت هترمي قطعة عملة 20 مرة، هات الاحتمال ان يظهر لك هيد 4 مرات. انت بس عشان تكون السامبل سبيس بالطريقه التقليديه، مش احنا قلنا الاول نكون سامبل سبيس وبعد كده بنعرف ايفنت ونشوف عدد العناصر الحدث اللي بتنتمي للايفنت ده قد ايه عشان احسب احتمال الحدث وهكذا. انت بس عشان تعبر عن السامبل سبيس لتجربه القاء عمله 20 مره هتاخد وقت طويل، ما بالك بقى لما تيجي تحسب الاحتمال. ماشي، طب التجربه دي شبه تجربه تانية اللي هي ايه، برمي قطعه عمله 15 مرة وبقول لك احسب احتمال انك ان ان يكون عدد الهيدز اللي هيظهر لك 6 مثلا. مش دي شبه دي؟ بس برضه عشان لما تيجي تحسب بقى الاحتمال هنا هتعمل ايه في المرة دي؟ هتعمل سامبل سبيس جديد من اول وجديد تاني، ماشي، وبعد كده تحسب الاحتمال. فكل ده بياخد وقت طويل وبتكرر نفس الحاجة، يعني نفس الحاجة بتتكرر، ماشي. فقال لك ايه، بدل ما تقعد بقى تاخد تعمل الخطوات دي كلها وبتستخدم الطريقة القديمة، لا احنا هنديك ده للتوزيع احتمال، هنعرف لك ده للتوزيع احتمال، تدخل بس القيم فيه يحسب لك ايه الاحتمالات على طول، فطبعا ايه اسهل لك، ماشي. طيب اللي احنا هناخده النهارده التوزيعات الاحتماليه الخاصه بايه، بالراندوم فاريبل اللي نوعه ديسكريت، الراندوم فاريبل اللي بياخد قيم منفصله، ماشي. المره الجايه ان شاء الله هناخد التوزيعات الاحتماليه الخاصه بالراندوم فاريبل الكونتينوس. طيب انتوا اخدتوا كام توزيع احتمالي ديسكريت في المحاضره؟ اخدتوا 5، 3، اول 3 شبه بعض واخر 2 شبه بعض. طيب تعالوا كده نشوف اول 3 دول حكايتهم ايه. قال لك التوزيع الاولاني اسمه برنولي، التوزيع الثاني اسمه باينوميال، التوزيع الثالث اسمه بواسون. الثلاثه دول قلت لك ان هم متشابهين في ايه، في شويه خواص. ايه بقى شويه الخواص دي؟ اول حاجه ان انت هتعمل التجربه بتاعتك عدد n من المرات، يبقى الn ده عدد مرات ايه، اجراء التجربه. يبقى التجربه العشوائيه بتاعتك سواء هتستخدم أي واحدة من الثلاثة دول، إن أنت بتعمل تجربة عدد N من المرات. كل مرة هتعمل فيها التجربة، في كل مرة نركز في الكلام، في كل مرة هتعمل فيها التجربة هيظهر لك نتيجتين، نجاح أو فشل. هل النجاح معناه الحاجة الحلوة والفشل الحاجة الوحشة؟ لا، النجاح يعني الحاجة اللي أنت مهتم بيها هي اللي تحصل، ماشي، وقوع الحاجة اللي أنت مهتم بيها، أو ناتج التجربة في المرة دي هيكون الحاجة اللي انت مهتم ايه بيها. والفشل معناها ان ناتج التجربة هو ايه، عدم وقوع الحاجة اللي انت مهتم بيها، تمام. يبقى النجاح مش شرط يكون حاجة حلوة، ممكن يكون حاجة وحشة، زي ما هنشوف في المسائل. هتشوف في المسائل ايه، ان النجاح ممكن يكون ايه، ان المية ملوثة. النجاح ممكن يكون ايه، ان الدائرة الكهربية ديفكتيف، فيها عيب صناعة، تمام. مهم ايه النجاح ده، الحاجة اللي انت مهتم بيها، ان ناتج التجربة عبارة عن الحاجة اللي انت مهتم بيها. يبقى في كل مرة بتعمل فيها التجربة في حاجتين مفيش تالت ليهم، يا الحاجة اللي انت مهتم بيها يا تحصل يا ما تحصلش، يا نجاح يا فشل. طيب ايه كمان، ايه الشرط التالت او الخاصية التالتة؟ ان في كل مرة تعمل فيها التجربة مستقلة بذاتها،
يعني المرات الترايلز مش معتمدين على بعض، يعني ناتج التجربة في كل مرة يا باشمهندسين ما بيأثرش، الناتج اللي هيظهر لي في أي مرة من مرات إجراء التجربة مش بيأثر على النواتج اللي هتظهر لي في المرات التانية، كل مرة بتعمل فيها التجربة ملهاش علاقة بالتانية. ماشي، مثال على الكلام ده إن أنا مثلا برمي عملة، لو برمي مثلا عملة 10 مرات، في كل مرة برمي العملة هيظهر لي إيه؟ يا هيد يا تيل، أهو ناتجين مفيش تالت ليهم. ماشي، هقول مثلا هعتبر ان ظهور الهيد هو النجاح وظهور التيل هو الفشل. ماشي، او مثلا برمي حجر نرد مثلا ست مر... آه... برمي حجر نرد مثلا 10 مرات برضو، ممكن اعتبر ان ظهور رقم زوجي هو ده النجاح وظهور رقم فردي هو ده الايه، هو ده الفشل. اهو برمي عدد، بعمل تجربة عدد من المرات، كل مرة بعمل فيها التجربة يظهر لي النواتج الممكنة في كل مرة يا نجاح يا فشل، كل مرة مستقلة بذاتها، اللي هيظهر لي في الرمية الأولى مش هيأثر في إيه، في اللي هيظهر لي في الرمية التانية. تمام، طيب كل دول متحققين في الثلاث إيه، في الثلاث توزيعات دول. طب إيه الفرق ما بينهم؟ إمتى أستخدم التوزيع الأولاني وإمتى أستخدم التوزيع التاني وإمتى أستخدم التوزيع التالت؟ قال لك إيه، على حسب قيمة الإن، لان اللي هي ايه، عدد مرات اجراء التجربه. لو بتعمل التجربه مره واحده بس ساعتها تستخدم ايه، التوزيع الاحتمالي اللي اسمه ايه، اللي اسمه برنولي. لو بتعمل التجربه اقل من او يساوي 50 مره ساعتها بتستخدم التوزيع الاحتمالي اللي هو ايه، الباينوميا. طيب لو بتعمل التجربه عدد من المرات اكبر من 50 ساعتها بتعمل التوزيع الاحتمالي اللي هو ايه، البواسون. ماشي مش منسين إيه. طيب تعالوا بقى ندرس بالتفصيل الكلام ده بقى. ماشي، احنا قلنا سواء اي واحدة من الثلاثة دول بتعمل التجربة كم مرة، ان من المرات في كل مرة بتعمل فيها التجربة يا تنجح يا ايه، يا تفشل. الاكس هنا، الاكس ده مهم جدا، الاكس ده اللي ايه، الراندوم فاريبل بتاعي الديسكريت اللي انا مهتم بيه. الاكس هنا بيمثل لي ايه، عدد مرات اجراء، اسفة، عدد مرات النجاح، عدد مرات ايه، النجاح. يعني انا بعمل التجربة ان من المرات، الاكس ده انا كم مرة نجحت لما عملت التجربة ان من المرات، كم مرة نجحت، يعني ممكن ايه، ممكن ما نجحش ولا مرة، يعني الاكس بصفر، ممكن انجح مرة واحدة، ممكن انجح مرتين، لحد ايه، لحد ان اقصى قيمة للاكس هي ايه، ان انا انجح في كل المرات، يعني انجح ايه، ان من المرات. طب لو انا بعمل التجربة ان من المرات ونجحت اكس من المرات، يبقى هفشل كم مرة؟ الفرق ما بينهم اللي هو ايه؟ ان ناقص الاكس. تمام؟ يبقى الاكس بالنسبة لي عدد مرات النجاح السكسس، وان ناقص اكس عدد مرات الفشل الفيلير. ماشي؟ طيب احتمال النجاح هنتفق ان احنا نسميه ايه؟ نسميه بي، واحتمال الفشل هنسميه ايه؟ كيو. طب والبي والكيو دول، مش انا بقول لك يا نجاح يا فشل يا ده يا ده، واحنا عارفين ان مجموع الاحتمالات دايما بكام؟ بواحد. تمام، يبقى انت تبقى عارف ان البي مكمله الكيو والكيو مكمله ايه، البي، مجموعهم دايما بيديك ايه، واحد. طيب بنحسب قيمه البي ازاي؟ هل بنحسبها في التجربه ككل؟ لا، في المره الواحده اللي بعمل فيها التجربه. انا بعمل التجربه ان من المرات، البي ده احتمال النجاح خلال مره واحده. ماشي، في المرة الواحدة. ماشي، لازم الكلام يعني تكون كل الأمور واضحة قبل ما نحل المسائل. تمام، يبقى احنا عرفنا ان الراندوم فاريبل بتاعنا هنا هو اسمه الاكس، بيعبر عن عدد مرات النجاح، اصغر قيمة ليه هي الصفر، اكبر قيمة ليه هي الايه، ان انا نجحت ايه في كل المرات اللي عملت فيها التجربة. احتمال النجاح بسميه بي، احتمال الفشل بسميه كيو، مجموعهم دايما يديني ايه، يديني الواحد. يعني انا يكفي اعرف واحد منهم عشان اقدر اجيب ايه، اجيب التاني. طيب نشوف بقى التوزيعات الاحتمالية شكلها ايه. اول توزيع احتمالي قلنا اسمه برنولي، قيمته بتساوي ايه، عارف قيمته ده، يعني بعرف احسب منه اي احتمال، يعني احتمال ان انا انجح مرة واحدة، احتمال ان انا انجح مرتين، اروح هنا واشيل الاكس واحط قيمتها. يعني مثلا احتمال ان انا انجح 3 مرات، يبقى اروح لا هنا انجح، طالما انا برنولي. بص بقى الراندوم فاريبل ساعتها ايه، يا صفر يا واحد، مش انا هعمل التجربه مره واحده
يبقى ممكن ما انجحش خالص، يعني الاكس بصفر، عدد مرات النجاح بيساوي صفر، او ممكن انجح مره واحده، يعني التجربه دي عملتها مره واحده ونجحت فيها، يبقى الاكس ايه، يا صفر يا ايه، يا واحد. دي القيم المختلفه للراندوم فاريبل بتاعنا اللي هو بيمثل لي عدد مرات النجاح. عاوز احسب مثلا احتمال ان انا ما انجحش خالص، احتمال ان انا ان اكس بصفر، اروح هنا واعوض عن الاكس بايه، عن الاكس بصفر. عاوز احتمال ان اكس بواحد ان انا انجح مره واحده، يعني انا عملت التجربه مره واحده، احتمال ان انا انجح فيها، اروح هنا واعوض عن الاكس بكام، بواحد. بص كده هتلاقي ايه، البي ده مش احتمال النجاح، هتلاقيه اس ايه، عدد مرات النجاح، مضروب في كيو اللي هو احتمال الفشل، اس عدد مرات الفشل. طيب المين والفاريانس حكايتهم بقى، قال لك ايه، مش الراندوم فاريبل بتاعنا الديسكريت ده بياخد قيم مختلفه؟ طالما بياخد قيم مختلفة يبقى أكيد إيه، في قيمة متوسطة للقيم دي، صح؟ وفي مقدار تشتت أو مقدار تباعد للقيمة دي. فأنا إيه، أقدر أحسب، في برضو قانون أقدر أحسب منه قيمة المين وقيمة الفارينس. بدل ما تلجأ برضو للطرق القديمة عشان تحسب المين والفارينس، ممكن تعوض هنا بسرعة تجيب قيمة إيه، القيمة المتوسطة للراندوم فاريبل بتاعي، أو قيمة الفارينس للراندوم فاريبل بتاعي. واضح؟ يبقى لو نفتكر السكاشن اللي فاتت، اتعلمنا ازاي نجيب المين لراندوم فاريبل، وازاي نجيب الفارينس لراندوم فاريبل. هنا طالما انا شغال برنولي، ممكن اعوض هنا على طول عشان اجيب ايه، القيم دي. طب المين بيساوي ايه؟ احتمال النجاح. الفارينس بيساوي احتمال النجاح مضروب في احتمال الفشل. طب لو قال لك هات الستاندرد ديفيجن، يبقى تروح للفارينس وتاخد له الايه، الجذر التربيعي. لو طلب منك الستاندرد ديفيجن، روح خد الجذر التربيعي للفارينس. طب الدالة المولدة للعزوم اللي احنا ان شاء الله هنسجلها في سيكشن، بتساوي ايه، كيو زائد بي في اي اس تي. الدالة المولدة للعزوم، بس عشان الحاجة المهمة بالنسبة لكم، ان الدالة المولدة للعزوم دي طريقة تانية تحسب، تقدر تحسب منها المين والفارينس، دي طريقة تانية. بتساوي ايه بقى هنا في البرنولي، احتمال الفشل زائد احتمال النجاح في اي اس تي، تمام. طب الباينوميال، الباينوميال اللي بشمهندسين، بص على شكل الداله بتاعه، التعريف بتاعه، بي لو اختصار باينوميال، جواه ثلاث قيم. دي برضو لازم تعرف اللي جوه ده بترتيبه، ساعات بتحتاجها كده في المساله، يعني يديك كده يقول لك بي افتح قوس جواه 3 6 نص، ويسكت ويقول لك احسب الاحتمال ده. فانت لازم تبقى عارف الثلاثة دي ايه، والستة دي ايه، والنص ده ايه. فلازم تحفظ الترتيب ده، اول رقم جوه الدالة او اول متغير ده، اول رقم هنا هيبقى ايه، عدد مرات النجاح اللي هو قيمة الاكس. تاني رقم هيبقى مكتوب جوه هو عدد مرات اجراء التجربة اللي هو الان. تالت رقم مكتوب هو البي اللي هو احتمال ايه، احتمال النجاح. يبقى لازم تحفظ الفورمه دي يا باشمهندس، ماشي، لانها ممكن تجيلك تركايه في المساله. يبقى عدد مرات النجاح جنبها عدد مرات اجراء التجربه، جنبها احتمال النجاح. طيب دي داله توزيع احتمالي، يعني بحسب منها الاحتمال عند اي اكس، بحسب منها الاحتمال عند ايه، عند اي اكس. هتلاقي قيمة الاحتمال بتعتمد على ايه، بص كده هنا، بتعتمد على قيمة ال N وقيمة ايه، ال B. قلنا ال Q ما هي الا ايه، مكملة ال B، يعني Q دي ممكن تشيلها وتحط مكانها واحد ناقص B، وبالتالي الدالة بتاعتي بتعتمد على N وايه، N و B، عند ايه، عند كل إكس. فعشان كده ال N وال B اسمهم ايه، اسمهم بارامترز. طيب القانون بيقول لك ايه، ان وتحتها اكس بين قوسين، دي معناها ايه، ان سي اكس اللي هو التوافيق، اللي هو نون قاف راء، اللي هو مضروب الان، مضروب اللي فوق، على مضروب اللي تحت، الرقم اللي تحت في مضروب الفرق ما بين، اللي هو مضروب الان على مضروب الاكس في مضروب الان ناقص الاكس، مضروب في ايه، احتمال النجاح اس عدد مرات النجاح في احتمال الفشل اس عدد مرات الفشل. والاكس ده قلنا ايه، عدد مرات النجاح، ممكن ما انجحش ولا مره، ممكن انجح مره واحده، ممكن انجح مرتين، لحد ايه، ان انا انجح في كل المرات اللي عملت فيها التجربه، يبقى بدايه الصفر ونهايتي ان. طيب الاكس اهو برده بياخد قيم مختلفه، يبقى ليها متوسط وليها تباين. القيمه المتوسطه بتساوي ايه، ان في بي،
طب الـ variance n في b في q، طب لو الطلب للـ standard deviation يبقى جذر n في b في q. طب الدالة المولدة للعزوم قوس كده مرفوع لأس n جواه ايه؟ q زائد b في e أس t. كل دول حفظ، الجدول ده كله حفظ يا باشمهندسين. طيب حد خد باله؟ البرنولي حالة خاصة من الباينوميال، فيها الـ n بكام؟ فيها الـ n بواحد. بص هنا روح للدالة عوض عن الـ n بواحد يطلع لك الشكل ده، روح للمين حط الـ n بالواحد يطلع لك ده، روح للفارينس حط الـ n بواحد يطلع لك ده، هنا برضو نفس الكلام. يبقى البرنولي حالة خاصة من الباينوميال فيها الـ n بكام؟ الـ n بواحد. الباينوميال بيستخدم امتى؟ لو الـ n أقل من أو يساوي الـ50. طيب الحاجة التالتة اللي هي الدالة التوزيع، دالة التوزيع الاحتمالي التالتة اسمها بواسون، بي اللي هي اختصار بواسون، جواها تو بارامترز اللي هما الاكس والايه، الاكس واللامدا. معناها عشان تحسب، عشان تستخدم الدالة دي في حساب اي احتمال عند اي اكس محتاج قيمة الايه، قيمة اللامدا. يبقى ما تحلش المسألة او ما تبدأش حساب اي احتمال غير لو عرفت ايه، قيمة اللامدا في الاول. طيب اللامدا دي بقى عبارة عن ايه؟ قال لك ان في بي عدد مرات اجراء التجربة اللي هي لازم تكون اكبر من الـ50 مضروبة في ايه، في احتمال النجاح. طب قال لك بقى دالة الاحتمال اهي، اي اس سالب لامدا مضروبة في لامدا اس اكس مقسومة على ايه، على مضروب الاكس. خلاص يبقى لازم الاول تجيب لامدا، وبعد ما تجيب لامدا تقدر تحسب اي احتمال عند اي اكس، احتمال ان اكس بصفر، احتمال ان اكس بواحد، وهكذا. طبعا قلنا الاكس اهو من صفر واحد لحد مسموح لحد الان اللي هي كبيرة، ممكن تكون كبيرة جدا، ماشي، عشان كده سايبينها مفتوحة. طيب المين، مش قلنا الاكس اهي بتاخد قيم مختلفة؟ قال لك القيمة المتوسطة للمين بلامدا، القيمة قيمة الفاريانس برضو بلامدا. الدالة المعادة للعزوم اي اس لامدا افتح قوس اي اس تي ناقص الواحد. شايفين الحتة دي؟ دي بقى ممكن يجي فيها تركاية في المسائل، يقول لك ايه، يجي لك مسألة كده ان هو بتعمل تجربة عدد من المرات، هي المسألة كده بتعمل تجربة عدد من المرات بس ما يقولكش الـ n بكام، وان التجربة دي فيها نجاح وفيها فشل بس ما يقولكش احتمال النجاح بكام واحتمال الفشل بكام. يعني من الآخر بيقول لك انا بعمل تجربة عدد من المرات وفي كل مرة بعمل فيها التجربة في نجاح وفي فشل، لكن لا يقول لك قيمة الـ n ولا يقول لك قيمة الـ b، ماشي، بس يقول لك ايه في المسألة، القيمة المتوسطة مثلا بيساوي 7 او الفاريانس بيساوي 3 ويسكت، وبعد كده يطلب منك شوية احتمالات. يعني المعطى اللي عندك ان هو يقول لك تجربة في عدد من المرات وكل مرة فيها يا نجاح يا فشل، وان كل مرة بتعمل فيها التجربة المرات مستقلة عن بعض independent، بس ما يقولكش لا الان ولا البي. انت عارف كده، عرفت بناء على المعطيات اللي عندك ان هي يا برنول يا باينوميال يا بواسون، ماشي، بناء على المعطيات اللي عندك. لكن انت اللي عارف مش مديك في المسألة لا قيمة الان ولا قيمة البي، بس مديك ايه، قالك المين زي ما قلت، المين مثلا قالك المين بيساوي 7، الفاريانس بيساوي 3، دي على طول تبقى انهي واحدة من الثلاثة دول يا باشمهندسين؟ تبقى البواسون. هو قصده ده، كان اللامدا يقول لك مثلا مين ب7، يعني كان بيقول لك اللامدا بكام، اللامدا ب7. قال لك الفاريانس اهي، احنا قلنا المين او الفاريانس حاجه واحده، يعني نفس القيمه بيساوي لامدا. لو مثلا قال لك الفاريانس بيساوي 3 معناها المين بيساوي الفاريانس بيساوي اللامدا بيساوي ايه، 3. انت عرفت اللامدا هتعرف تحسب اي احتمال عند اي اكس، واضح؟ يبقى مسألة لو مديك في المسألة المين، قيمة المين أو قيمة الفاريانس، وما قالش عدد مرات إجراء التجربة ولا قالك احتمال النجاح بكام، على طول أنت شغال إيه، بواسون. هتقول إن قيمة اللامدا بتساوي القيمة اللي هو مديها لك، قيمة المين اللي هو مديها لك، وعرفت اللامدا يبقى هتعرف تحسب إيه، أي احتمال، ماشي. دول كده اول ايه، 3 توزيعات احتماليه خاصه بايه، بالراندوم فاريبل اللي نوعه ايه، ديسكريت. اهو ليه اهو بياخد قيم منفصله اهو، ماشي. طيب التوزيعتين التانيين نيجاتيف باينوميال وجيومتريك،
الجيومتريك حالة خاصة من النيجاتيف باينوميال اللي مش منسيين، يعني هم يعتبروا حاجة واحدة. يبقى الجيومتريك حالة خاصة من النيجاتيف باينوميال فيها الكي بيساوي الواحد، ماشي؟ طيب ايه حكاية بقى النيجاتيف باينوميال او الجيومتريك؟ قال لك ان عدد المحاولات، يعني الان غير محددة، الان غير معروفة، انت عملت التجربة كم مرة؟ لا ما قالش، مش موجودة اصلا في المسألة، او اصلا مش مهمة في المسألة، الان مش مهمة في المسألة. يعني عدد المحاولات غير محدد، يعني ايه؟ يعني الان غير معروف. طب بيطلب منك ايه بقى؟ يطلب منك تحسب احتمال وقوع النجاح رقم كي عند المحاولة رقم اكس، عند المرة رقم اكس، المرة اللي تعمل فيها التجربة رقم اكس، هو ده المطلوب منك. يبقى في البص هنا عشان تعرفوا الفرق، هنا بتعمل التجربة عدد من المرات، عدد ان من المرات، يقول لك احتمال انك تنجح اكس من المرات، خلاص. يبقى الجيفن عندك ايه؟ عدد مرات اجراء التجربة. طب المطلوب منك ايه؟ احتمال انك تنجح اكس من المرات. انما هنا الان غير معروفة، لان هو مكتوبة unknown، لان غير معروفة. امال ايه اللي معروف؟ بيقول لك يطلب منك ايه؟ احسب احتمال انك تنجح النجاح رقم كي عند المحاولة رقم اكس. يبقى هنا المرة دي في النيجاتيف باينوميال او الجيومتريك، الكي هنا بيمثل لي ايه؟ عدد مرات النجاح، ماشي؟ ما تتلخبطش. يبقى عدد مرات النجاح في الثلاثة دول، في الثلاثة دول برمز له باكس، انما هنا في النيجاتيف باينوميال او الجيومتريك برمز له بايه؟ برمز له بكي. امال الاكس بقى الراندوم فاريبل بتاعي هو عبارة عن ايه؟ عدد المحاولات اللي هعملها، او عدد مرات اجراء التجربة اللي هعملها لحين ايه؟ لحد ما اوصل للنجاح رقم كي، حتى الحصول على كي من النجاحات. انا ممكن اكمل التجربة بعد كده عادي، مفيش مشكلة، بس اللي يهمني ايه؟ النجاح رقم كي ده هحققه في انهي مرة؟ هو ده اللي انا مهتم بيه في المسائل دي، ماشي؟ او التوزيعتين دول، النجاح رقم كي يا ترى هحققه في انهي مره من المرات اللي هعمل فيها التجربه؟ يا ترى في اول مره، في تاني مره، في تالت مره، وهكذا، ماشي؟ طيب الجيومتريك بقى عباره عن ايه؟ ان هو حاله، او زي ما قلنا حاله خاصه فيها الكي بواحد، يعني بحسب احتمال وقوع النجاح الاولاني، النجاح رقم واحد او اول نجاح عند المحاوله رقم اكس. يعني يقول لك ايه احتمال ان اول نجاح تحققه مثلا يكون في المحاولة رقم 9، احتمال ان اول نجاح تحققه في المحاولة رقم 8، ماشي؟ يبقى عدد، يبقى الاكس ده راندوم فاريبل، ده الراندوم فاريبل بتاعنا عبارة عن ايه؟ عدد المحاولات لحد ما توصل لايه؟ لاول نجاح. ايه المحاولات اللي هتعملها، او ايه عدد المرات اللي هنعمل فيها التجربة لحد ما توصل لايه؟ تحقق اول نجاح. وهنا الاكس راندوم فاريبل في حاله النيجاتيف باينوميال، عدد المحاولات اللي هتعملها لحد ما توصل لايه، او لحد ما تحقق ايه؟ كي من النجاحات. طيب تعالوا بقى نشوف شكل الداله رياضيا. البي اس باينوميال اختصارها بي اهو، بس عشان افرقها عن الباينوميال حطيت فوقيها ايه؟ استرك. لما الاقي البي فوقيها ستار كده، دي معناها نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف باينوميال. طب بيبقى جواها ثلاث قيم، التلات قيم دول ايه؟ كي ناقص واحد اللي هو عدد النجاحات ناقص واحد، ده الرقم الاولاني. الرقم التاني اكس ناقص واحد اللي هو عدد المحاولات اللي هعملها لحد ما احصل على كي من النجاحات ناقص واحد. الاحتمال الرقم التالت هو ايه؟ احتمال النجاح اللي هو البي، ماشي؟ وطبعا برضو في كل مرة بعمل فيها التجربة في نجاح احتماله بسميه بي، وفي فشل احتماله بسميه ايه؟ كيو. طيب نفكر هنا الراندوم فاريبل بتاعي هل ينفع يبدأ من أول صفر زي اللي فاتوا دول؟ بص كده هنا، يعني من إكس بدايتها بصفر، يعني ما نجحتش ولا مرة، هل ينفع ده أطبقه هنا؟ لأ، أنا بقول لك عدد المحاولات اللي هتعملها لحد ما تحصل على كي من النجاحات، فيبقى لازم تعمل التجربة كم مرة؟ على الأقل، على الأقل كي من المرات. يعني أنا بقول لك لو هتنجح مثلا ثلاث مرات، فاكيد اكيد عقلي مش منسين بالمنطق كده، اكيد هتعمل التجربه ايه؟ على الاقل ثلاث مرات،
تعمل 3 مرات 4 مرات 5 مرات 100 مرة ماشي، عشان لحد ما توصل لإيه 3 مرات نجاح. لكن هل ينفع مثلا تعمل التجربة مرتين وتنجح 3 مرات؟ لا مينفعش. عدد المحاولات يكون أقل من إيه عدد مرات النجاح، تمام؟ دي حاجة بديهية. عشان كده الراندوم فاريبل بتاعنا اللي هو عدد المحاولات لازم على الأقل يكون إيه، على الأقل يكون قد عدد مرات النجاح. يبقى من أول كي، كي زائد واحد، كي زائد اتنين، لحد إيه، لحد ما لا نهاية مفتوحة بقى ماشي. طيب الدالة بتاعتي اللي بقدر منها أحسب أي احتمال فيها ايه، اكس ناقص واحد في كي ناقص واحد، اللي هي اكس ناقص واحد سي كي ناقص واحد، اللي هي التوافيق، احتمال النجاح أس عدد مرات النجاح، مضروب في احتمال الفشل أس عدد مرات ايه، أس عدد مرات الفشل. انا لو نجحت كي من المرات وعملت التجربة بتاعتي اكس من المرات، فكده اكيد فشلت كم مرة، اكس ناقص كي ماشي. طب المين، الكي عدد مرات النجاح على احتمال النجاح، الفاريانس عدد مرات النجاح في احتمال الفشل على احتمال النجاح تربيع، خلاص. طيب هنا دالة موديل العزوم صعبة، فعشان كده ايه مش عليكم. الجيومتريك بقى هو النيجاتيف باينوميال، بس شيل الكيهات. بص بقى، شايف كل الكيهات اللي هنا دي، شيلها وحط مكانها واحد. لما تشيل وحط مكانها واحد، عدد المحاولات او عدد مرات اجراء التجربة، راندوم فاريبل اكس ده بياخد قيم من اول ايه، احنا قلنا من اول كي، وكي هنا بكام، بواحد، يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا. يعني انت لو احتمال انك تنجح اول مرة في المحاولة رقم 3، احتمال انك تنجح اول مرة في المحاولة رقم 1 كده وهكذا. يبقى هنا عدد المحاولات ممكن من اول واحد لحد الما نهاية. ده لما تشيل الكي وتحط مكانها واحد يطلع لك كده بي، احتمال النجاح أس عدد مرات النجاح اللي هو كي بواحد، في احتمال الفشل أس عدد مرات الفشل اللي هي اكس ناقص واحد، ودول شيل الكيهات اللي فيها وحط مكانها ايه واحد ماشي. ودي الدالة المواد اللزوم في حالة الايه، الجيومتريك فانكشن. خلاص يا باشمهندسين، ده كده كل الجزء الايه النظري. نبدأ بقى نشوف أمثلة. نيجي الأول مثال، بيقول لك أفير داي، حجر نرد، حجر نرد فير يعني بلانسد، يعني احتمالات ظهور الأوجه متساوية، يعني احتمال ظهور أي وجه من الست أوجه بيساوي إيه، السدس، 1/6 ماشي. حجر النرد ده تم إلقاؤه كم مرة؟ 7 مرات، توست 7 times، تم إلقاؤه 7 مرات. كل توست سكسس، يعني بنسمي الرمية دي نجاح لو رقم 5 أو رقم 6 ظهروا. انت لما بترمي حجر النرد بيظهر لك أرقام من ممكن يظهر لك أرقام من 1 لإيه؟ لـ6. لو ظهر لك رقم 5 أو ظهر لك رقم 6 بتعتبره نجاح، غير كده بتعتبره فشل. يعني لو ظهر لك رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 ده بيعتبر إيه؟ يعتبر فشل ماشي. أوجد الاحتمال ده، احتمال إن 5 أو 6 يظهر لي بالظبط، اكزاكتلي أهو يظهر لي بالظبط 3 مرات. طيب نفكر كده، دي مسألة احتمالات عادية، حجر نرد رميناه 7 مرات، احتمال إن رقم 5 أو 6 يظهر لي 3 مرات. لو أنت جبت الاحتمال ده بالطريقة التقليدية زي ما خدت قبل كده في السكشن اللي فاتت، كنت بتعمل إيه؟ كنت بالأول بترسم السامبل سبيس. عيش حياتك بقى وارسم السامبل سبيس لتجربة إلقاء حجر نرد 7 مرات، تخيل بقى حجم الشجرة البيانية ماشي. وشوف بقى لو رسمت، ماشي ارسمها، لو رسمتها شوف بقى ازاي هتحسب ان 5 و6 يظهروا لك بالظبط 3 مرات. اقعد بقى اختار من الشجرة البيانية الافرع اللي تحقق لي الشرط ده، مش هتعرف في الدنيا يعني هتتوه منك ماشي، وهتكلكع منك، مش هتعرف تعمل حاجة زي كده او تحسب الاحتمال ده بالطريقة الايه التقليدية. يبقى قدامك ايه بقى، بص بقى على دالة توزيع احتمالي تقدر تستخدمها عشان تحسب ايه الاحتمال ده، سهل على نفسك طالما في سكه تانية استخدمها. يبقى هنا لقيت الدنيا صعبه قوي والتجربه كبيره جدا، مينفعش استخدم الطريقه القديمه، استخدم بقى الطرق الحديثه اللي هي التوزيعات الاحتماليه الجديده دي.
طيب هنا استخدم انه توزيعة؟ انا والله اهو برمي 7 مرات وقطعة عملة اصلا فيها اوجه من 1 لـ6، يبقى انا اكيد شغال ديسكريت. فانا خدت 5 حاجات، 5 توزيعات احتمالية. الصعوبة فين بقى في نوع الديسكريت؟ ان انا احدد النوع او احدد التوزيعة اللي انا هستخدمها في حساب الاحتمالية. افكر كده اشوف بناء على معطيات المسألة انه نوع عندي. اجي ابص كده انا بعمل تجربة، هل عدد مرات اجراء التجربة محدد؟ اه، اللي عدد مرات اجراء التجربة كام؟ 7. طب في كل مرة بعمل فيها التجربة في ناتجين؟ اه، يا نجاح لو ظهر لي 5 أو 6، يا فشل لو ظهر لي أرقام من 1 لـ4. طيب في كل مرة برمي حجر الرقم اللي هيظهر لي مش بيأثر على الرقم اللي هيظهر لي في الرميات اللي بعد كده، يعني المحاولات مستقلة، كل محاولة أو كل رمية مستقلة في ذاتها. ده الـ3 شروط دول تبع أنه واحد تبع الباينوميال. ليه تبع الباينوميال؟ لأن هنا أقل من أو يساوي 50، يبقى أنا على طول شغال إيه؟ باينوميال. تمام؟ طيب أروح على طول إيه؟ كاتبة دالة التوزيع الاحتمالي الباينوميال أهي. اهي ان واكس اللي تحت بين قوسين دول اللي هي ان سي اكس يا باشمهندس مضروب الرقم اللي فوق على مضروب الرقم اللي تحت في مضروب الفرق ما بينهم. طب انا شغال باينوميال تمام. عشان احسب بقى اي احتمال عند اي اكس محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف الان والبي والكيو اللي هو 1 ناقص بي مكملة البي، مفيش مشكلة فيها. يبقى انا لازم اعرف الان والبي. طب الان عندي ب7، باقي لي البي. البي ده اللي هو احتمال النجاح، البي احتمال النجاح. انا امتى هنجح؟ لو 5 أو 6 ظهروا لي. دول رقمين من كام رقم على حجر النرد؟ مش انا ممكن يظهر لي 6 أرقام على حجر النرد؟ دول رقمين من 6، يبقى الاحتمال النجاح 2 من 6 اللي هو ايه؟ تلت. طب احتمال الفشل اللي هو كيو هيبقى 1 ناقص بي، هيبقى ايه؟ تلتين. ماشي. او بطريقه تانية، انا امتى افشل؟ لو ظهر لي رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4، 4 أرقام من مجموع 6 أرقام. 4 على 6 يديك برضو 2 على ايه؟ 2 على 3. طيب الراندوم فاريبل بتاعي اللي هو اكس اللي هو عدد مرات النجاح، انا قلت في الباينوميال البرنولي البواسون الراندوم فاريبل بيمثل لي عدد مرات النجاح. طب النجاح هنا ايه؟ ظهور رقم 5 أو 6 اللي هو عدد مرات ظهور رقم 5 أو 6. طب لما ارمي حجر النرد 7 مرات انا ممكن انجح كم مرة؟ ممكن ولا مرة انجح، يعني 5 و6 دول ما يظهروش خالص. ممكن انجح مرة واحدة، ممكن انجح مرتين، لحد ايه؟ 7 مرات، اخر 7. خلاص. طيب كل دول بحتاجهم قبل ما احسب الاحتمالات. خلاص. طيب عند ال N وال B اقدر استخدم ايه؟ ده للتوزيع الاحتمال عشان احسب اي احتمال. هو قال لك ايه اول احتمال مطلوب منك؟ ان رقم 5 أو 6 يظهر لي exactly 3 times. الرقمين دول، واحد من الرقمين دول يظهر لي بالظبط 3 مرات، يعني اكس بكام؟ اكس ب3، يعني انجح 3 مرات. فاروح هنا للدالة دي واشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ 3. وطبعا البي انا عارف انها بتلت والكيوب تلتين والان ب7، يطلع لي الاحتمال ده. ماشي. طيب 5 أو 6 الاحتمال المطلوب التاني بقى، 5 أو 6 never occurs. يعني أنا برمي حجر النرد 7 مرات وبعد ما رميت 7 مرات لقيت إن 5 و6 ما ظهروا ليش خالص. ماشي. يعني أنا ما نجحتش خالص، ما حققتش أي نجاح. يبقى الإكس بكام؟ الإكس ب0. عاوز الاحتمال ده، احتمال إن أنا ما نجحش ولا مرة، احتمال إن 5 و6 ما يظهروش خالص، احتمال ان اكس بصفر. اعمل ايه؟ اروح هنا برضو واشيل الاكس واحط مكانها الصفر، يطلع لي الاحتمال ده. طيب 5 أو 6 occurs at least one. احسب الاحتمال ده، ان 5 أو 6 يظهر لي على الاقل مرة واحدة. يظهر لي على الاقل ايه؟ مرة واحدة، يعني انجح على الاقل مرة واحدة. مرة واحدة يعني واحد فأكثر، على الاقل مرة يعني واحد فأكثر. واحد فأكثر اللي هو ايه؟ اللي هو ده. اروح بص فين على قيم الاكس؟ واحد فأكثر اللي هو ده، صح؟ احسب بقى اعمل ايه بقى؟ المفروض بقى اعمل ايه عشان احسب الاحتمال ده؟ اجيب الاحتمال عند الواحد
واحتمال ان اكس ب2 واحتمال ان اكس ب3 وهكذا لحد احتمال ان اكس بيساوي 7، واجمع الاحتمالات دي كلها. طب ده انا لقيت نفسي هجمع ايه، احتمالات كتيرة جدا. طيب في طريقة تانية احسب الاحتمال ده غير طريقة التجميع؟ قال لك ايه، استخدم قوانين مكملة. نتفق بقى يا باشمهندسين، لو لقيت نفسك زي الجزئية دي مطلوب منك تحسب شوية احتمالات كتيرة هي وتجمع قيم الاحتمالات دي، الجأ للمكملة. انا عارف ان دايما مجموع الاحتمالات بواحد، فالاحتمال اللي مطلوب مني اللي هو احتمال اتليست 1، يعني احتمال ان اكس اكبر من او يساوي الواحد بيساوي واحد ناقص ايه، ناقص المكملة، يعني واحد ناقص احتمال الجزء ده بقى، واحد ناقص احتمال الجزء ده، الجزء اللي باقي ده الناحية التانية. واضح يا باشمهندسين؟ يبقى احتمال ان اكس اكبر من او يساوي الواحد، لقيت نفسي هجمع احتمالات كتير فاستخدم قانون المكمل، يبقى الاحتمال ده بيساوي واحد ناقص المكملة بتاعته. طب المكملة دي اكونها ازاي؟ مش دي علامة اكبر من، اقلبها اصغر من، اعكسها. هنا في يساوي يبقى هنا مفيش يساوي، خلاص. طب لو هنا مفيش يساوي يبقى احط هنا يساوي، يعني لازم واحدة منهم فيها يساوي والتانية لا، عشان اعمل مكملة. القانون ده اطبقه صح يا باشمهندسين، قانون المكملة ده اطبقه صح، علامة التباين تبقى معكوسة، الاكبر من اقلبها اصغر من، واللي فيه يساوي اخلي الناحية التانية مفيهوش يساوي، خلاص. لان انا شغال ديسكريت، لو تفتكروا الديسكريت علامة اليساوي مهم، يبقى لو طالما ده فيه يساوي يبقى التاني مفيهوش يساوي، لو حطيت يساوي هتغلط وهتطلع قيم مختلفة. طب احتمال ان اكس اقل من الواحد، ايه قيم اكس اللي بتحقق الشرط ده؟ اروح ابص هنا، ايه قيم اكس اللي اقل من الواحد؟ هي الصفر بس، يبقى انا احسب احتمال ان اكس بيساوي صفر، انا كنت جايبها اصلا هعوض بيها، خلاص، واجيب المكملة ايه بتاعتها. طيب نروح لمثال تاني، بيقول لك ايه، سامبل اوف ووتر، عينة من المية، 10% تشانس انها تكون تحتوي ايه، اورجانيك بوليوتنت، ملوثات عضويه. هو في يعني بيختبروا او بيقيسوا مقدار التلوث في الميه يعني يا باشمهندسين. فزي ما قلنا في سيكشن قبل كده واحنا في الكليه، مش معقول ياخد كل الميه يشوف فيها يقيس نسبه التلوث فيها قد ايه، لا ده هو بياخد عينات من الميه ويختبر العينات دي. هو قال لك ايه، لو انت اخدت سامبل، لو اخدت عينه من الميه، احتمال انها تكون بتحتوي على ملوثات عضويه بيساوي 10%، واحنا قلنا النسبه المئويه هي هيها الاحتمال، يبقى 10% هي هيها 1/10، تمام. يبقى السامبل اللي انت تاخدها من الميه احتمال انها تكون تحتوي على تلوث ب10 ايه، 10% او 1/10. طيب بفرض ان السامبلز دي ار اندبندنت، هات احتمال ان ال 18 سامبل اللي هتاخدهم كعينه من الميه، ات موست تو سامبلز، بالكتير او 2 من السامبلز دول من ال 18 سامبلز هيحتوي على ايه، بوليوتنت. يعني ايه الكلام ده؟ الميه قال لك ايه، انا مش هاخد عينه واحده من الميه، لا ده انا هاخد كام عينه، 18 عينه من الميه، هيروح لكل عينة من ال 18 دول هيشوف هي بتحتوي على ملوثات عضوية ولا لا. يبقى انت خلاص سحبت 18 عينة، هتمسك عينة عينة، سامبل سامبل من ال 18 سامبل، وتعمل الاختبارات بتاعتك وتشوف هل فيها ملوثات عضوية ولا لا، ماشي. هو قال لك السامبل دي اندبندنت، يعني لو مثلا العينة الأولى فيها تلوث ده مش بيأثر على العينات التانية، مش معناها بقى ان العينات التانية هي كمان فيها تلوث، ماشي، كل عينة منفصلة. هات احتمال ان عينتين على الاكثر من ال 18 عينة فيهم ايه، ملوثات عضوية. اجي افكر كده اشوف بقى، ادرس خواص التجربة دي واشوف هي شبه انهي توزيع احتمالية. ليه؟ لان انا برضو لو استخدمت الطريقة القديمة يعني هو 18 عينة عشان أكون السامبل سبيس هياخد وقت،
فاشوف بقى التوزيعات الاحتمالية. اجي افكر كده انا هعمل التجربة كم مرة؟ 18 مرة، كل سامبل هعمل عليه التجربة صح؟ يبقى هعمل تجربة 18 مرة، يعني ال N ب 18، يبقى عدد التجربة محدد صح؟ يبقى في المثال ده عدد التجربة محدد، يبقى انا يا برنولي يا باينوميال يا بواسون. طب وايه كمان؟ وطالما هي 18 اقل من 50 اهي، يبقى انا شغال باينوميال. طب عاوز اتاكد برضو ان انا باينوميال، اه ده انا في كل مره بعمل فيها التجربه، يعني في كل سامبل بدرسها، كل عينه من الميه بدرسها في نجاح او فشل، اللي هو ايه، يا الميه ملوثه يا الميه غير ملوثه، حاجتين مفيش حاجه تالته. وقال لك ايه كمان الشرط التالت، ان هما ايه السامبلز دي اندبندنت، ده التلات شروط متحققين. تلات شروط بتوع ايه، بتوع الباينوميال، تعمل تجربة أقل من 50 مرة، المرات أو المحاولات independent، في كل مرة بتعمل التجربة في ناتجين هيظهروا لك، اللي هو هنا يا مية ملوثة يا المية غير ملوثة، يبقى على طول binomial. طب في البينوميال نفتكر كده عشان أحسب أي احتمال محتاج إيه، قبل ما أعوض في قانون الاحتمالات محتاج أعرف قيمة ال N وقيمة ال B. ال N عندي بكام؟ عدد مرات إجراء التجربة اللي هي 18 عينة. البي احتمال النجاح، انا النجاح بالنسبه لي ايه، هل الميه ملوثه ولا الميه غير ملوثه. اجي ابص كده ايه اللي مهتم بيه، اهو at most two samples will contain pollutant، 10% احتمال ان الميه تكون ملوثه، يبقى انا مهتم بيه هو ان الميه تكون ملوثه، يبقى ده النجاح. يعني انا لو لقيت السامبل فيها الميه فيها ملوثه يبقى انا كده نجحت، يبقى البي احتمال النجاح اللي هو احتمال ان المية تكون ملوثة ب1/10، يبقى الكيو كام مكملتها اللي هي 9/10. خلاص لان والبي عندي اعوض في القانون. طب هو عاوز ايه، at most two samples على الاكثر، يعني 2 دي بالكتير قوي، يعني 2 في اقل، اكس اقل من او يساوي ايه الاتنين، ده معنى at most 2، 2 في اقل. طيب اجي ابص على الراندوم فاريبل، نفتكر كده الراندوم فاريبل اكس ده اللي هو عدد مرات النجاح بياخد قيم من ايه، من 0 لحد 18 في المثال ده. طب ايه قيم اكس اللي بتحقق للشرط ده، اكس اقل منها ويساوي 2، اللي هي ولا مره اكس بصفر، او سامبل واحده تكون ملوثه، او 2 سامبل يكونوا ايه ملوثين. يبقى احسب الاحتمال هنا وهنا وهنا واجمعها على بعض. طب احسبهم ازاي، اهو بروح هنا انا طبعا ال N وال B عارفها وال Q خلاص، اشيل X احط مكانها صفر احسب الاحتمال، اشيل X احط مكانها واحد واحسب الاحتمال ده، اشيل X احط مكانها 2 واحسب الاحتمال التالت، ماشي، واجمعهم ايه على بعض تطلع لي ب7/10. طيب المثال ده بيقول لك الكترونيك برودكت، يعني جهاز، جهاز الكتروني، لابتوب بقى، تلفزيون، تلاجة، غسالة، أي حاجة، ماشي، المهم جهاز بيشتغل بالكهرباء، ماشي. الجهاز ده يا باشمهندسين فيه إيه، 40 دايرة integrated circuit، 40 دايرة كهربية، دول إيه work independently، بيشتغلوا منفصلين ببعض، يعني لو واحدة عطلت ملاش علاقة بالباقيين، يعني مش معناها إن الباقيين هيتعطلوا هما كمان، ماشي، يعني لو لقيت واحدة منهم defective مش معناها ان اللي بعدها هم كمان defective، ممكن يكونوا non defective، ماشي، ملهمش علاقة ببعض. بيقول لك the mean number of defective circuits in the product is 4، متوسط عدد الدوائر ال defective 4. طيب نيجي نبص هنا الجهاز ده فيه كام دايرة كهربية، 40، ماشي، فالجهاز ده ممكن ايه، كل دايرة منهم ممكن تكون defective وممكن تكون non defective، يعني ممكن الجهاز ده لما اجي اشوفه هلاقي فيه ولا دايرة كهربية defective، يعني الاكس بصفر صح، ممكن لما اجي ابص على الجهاز الاقي فيه دايرة واحدة هي defective يعني الاكس بواحد، ممكن الاقي دايرتين defective يعني الاكس باتنين، ممكن الاقي الاربعين دايرة defective يعني الاكس بكام، باربعين، يعني الاكس بتاخد قيم منفصلة صح، تمام. طيب تاخد قيم منفصلة او قيم مختلفة، فيبقى ليها متوسط، ليها مين، ليها average، ليها expectation، ممكن يقولك بدل ما يقولك مين يقولك ال average number، ممكن يقولك ال expected number، كل دول حاجة واحدة اللي هي المين، اللي هي الميو كده، بيقولك الميو بكام، الميو باربعة،
يبقى الراندوم فاريبل بتاعي او سيبك من الراندوم فاريبل دلوقتي، اللي هو عدد الدوائر الكهربائيه الديفكتيف، عدد الدوائر الكهربائيه الديفكتيف اللي جوه الجهاز ده ممكن يكون 0 1 2 3 لحد 40، اي واحده من دول قيم مختلفه، هي القيمه المتوسطه ليها بكام؟ ب4. بيقول لك الجهاز ده بيشتغل فقط لو ايه، لو ما فيش ولا دايره ديفكتيف، يعني لو كل الدوائر سليمه، لو كل الدوائر الكهربائيه نون ديفكتيف. واضح يا باشمهندسين؟ ده طبيعي، انت لو في حاجه بايظه في الجهاز اكيد يبقى الجهاز كله ايه، مش هيشتغل. تمام، يبقى الجهاز هيشتغل امتى؟ لو كل اللي جواه سليم، لو كل السيركتس اللي جواه سليمه، يعني نون ديفكتيف ما فيهاش عيوب صناعه. هات احتمال ان البرودكت يكون شغال، اوجد احتمال ان البرودكت يكون شغال. طب واحده واحده كده عشان اشوف الاحتمال ده، اشوف الاحتمال ان البرودكت يكون شغال، هعمل ايه؟ الطبيعي فكروا كده، هعمل ايه؟ همسك ال40 دايره كهربيه وامسك واخد دايره دايره فيهم واشوف هي ديفكتيف ولا ايه نون ديفكتيف. يبقى اجي هنا انا هعمل التجربه كم مره؟ 40 مره، عشان همسك ال40 دايره اختبرهم، يبقى هعمل التجربه كم مره؟ 40 مره. يعني الان بكام؟ الان ب40. ايه ده يعني الان محدده؟ اه الان محدده، عدد مرات اجراء التجربه محدد. تمام، يبقى انا يا برنولي يا باينوميال يا بوسون. طيب ده الان ب40، يبقى انا شغال ايه؟ شغال باينوميال. قلنا لو الان اقل من 50 يبقى انا باينوميال، اكبر من 50 يبقى انا بوسون. ماشي، لو الان ب1 يبقى انا برنولي. طيب ده عاوز اتاكد برضو ان انا اخترت باينوميال صح. قال لك الدوائر ايه؟ اندبندنت، يعني في كل مره بتعمل فيها التجربه، في كل مره بتختبر فيها الدايره الكهربائيه، ملهاش علاقه بالدوائر التانية. لما بتبقى الشرط التالت متحقق اللي هو ايه، ان انت الدايره الكهربائيه يا ديفكتيف يا نون ديفكتيف، النواتج الممكنه في كل مره بتعمل فيها التجربه 2 بس، يا نجاح يا فشل. يبقى انا على طول ايه، عرفت خلاص ان انا باينوميال. ماشي، محدش يقول بقى يا باشمهندسه انت قلتي المين، لما الاقي المين على طول يبقى انا بوسون. لا، انا قلت امتى؟ لو الان والبي مش مديهم لك، لو الان والبي مش مديهم لك واداك المين بس، يبقى انا بوصوه. لكن هنا الان عندك، لان عندك ب40 اقل من 50 يبقى انا باينوميال. ماشي، طيب اجي بقى، عشان كده قلنا لكم ايه، احفظوا المين والفاريانس بكام. مش هو قال لك المين بيساوي 4؟ طب في حاله الباينوميال المين بتساوي ايه؟ بتساوي ان في بي، يبقى ان في بي بتساوي 4. طب البي اهي ب4، والان عند 4 لان الان عندك بكام اهو، 40 دايره كهربائيه، 4 ل 40 يبقى البي ب1 من 10، الكيو هتبقى مكملتها 9 من 10. طيب عندك الان وعندك البي، استخدم قانون الباينومي عشان تحسب الاحتمالات. هو طالب منك ايه؟ احتمال ان المنتج يكون شغال، probability of operate. طب امتى المنتج يكون شغال؟ لو مفيش ولا دايره كهربائيه بايظه، يعني الاكس بكام؟ صفر. عدد مرات النجاح بصفر، احنا قلنا عدد مرات النجاح اللي هو عدد المنتجات عدد الدوائر الديفكتيف. انا كده ما عنديش ولا دايره ديفكتيف، يبقى الاكس بكام؟ صفر. اروح هنا واعوض عن الاكس بصفر، يطلع لي ايه؟ الاحتمال ده. ماشي، طيب unfair coin is tossed 6 times، قطعه عمله unfair يعني غير متزنه. انا قطعه العمله فيها وجهين، هيد وتيل. انفير يعني احتمال، اكيد احتمال ظهور الهيد غير احتمال ظهور التيل. ماشي، فهو لازم يديك ايه؟ شرط عدم الاتزان. اهو قالهولك، قال لك ايه؟ احتمال ظهور الهيد ضعف توايس، ضعف احتمال ظهور التيل. طب بديهيا كده انا عندي هيد يا تيل، يعني في كل مره برمي فيها العمله عندي ايه؟ النواتج الممكنه يا هيد يا تيل. احتمال ظهور الهيد ضعف احتمال ظهور التيل، يبقى احتمال ظهور الهيد بكام؟ اكيد باتنين على التلاتة، واحتمال ظهور التيل بكام؟ بتلت. تمام، بقول لك قطعة العملة دي تم إلقاها كام؟ 6 مرات. طالب منك شوية الاحتمالات دي، اتليست 4 هيد يظهروا لك من الست مرات، عشان انا رميت 6 مرات خلاص، على الاقل 4 مرات يظهر فيها هيد. او هات احتمال ان فيور هيدز ذان تيل، عدد مرات ظهور الهيد اقل من عدد مرات ظهور التيل. فيور ذان، خلي بالنا فيور ذان بس ولا فيور ذان اور ايكوال؟
عدد مرات ظهور الهيد اقل من عدد مرات ظهور التيل. طيب ايه كمان؟ more than half of the tosses are hits، اكتر من نص، احتمال ان اكتر من نص الرميات more than، قالك equal more than or equal، لا قالك more than بس، اكتر من نص الرميات عبارة عن hit. طيب الاول كده نشوف الاول رياضية، انا قلت لك اه يعني يعني بديهيا ان احتمال الهيد باتنين على التلاتة واحتمال التيل بتلت. طيب نفتكر كده المسألة الانبلانسد ويت عشان احسب الاحتمالات، كنت بقول ايه؟ اطبق الشرط ده ان مجموع الاحتمالات بكام؟ بواحد. طب ده مجهول وده مجهول، اطبق الشرط احتمال ظهور الهيد ده في احتمال ظهور التيل، مين الاحتمال الصغير؟ الاحتمال التيل، فسميه W، واحتمال الهيد اجيبه بدالة الدبليو، ده هيبقى 2 دبليو. تمام. هاخد بقى الدبليو و2 دبليو اعوض بيهم في ايه؟ مجموع الاحتمالات بواحد، احتمال الهيد اشيله واحط مكانه 2 دبليو، واحتمال التيل اشيله واحط مكانه دبليو، يطلع لي الدبليو بكام؟ بتلت. وبناء عليه احتمال ظهور التيل بتلت واحتمال ظهور الهيد بكام؟ باتنين على التلت. ماشي، ده مراجعه على سيكشن قبل كده. طيب التجربة دي ترمي عملة 6 مرات وطالب منك احتمالات بالشكل ده، لو استخدمت الطريقة القديمة مش هتعرف تحسب احتمالات. طب استخدم بقى الطرق الجديدة، استخدم التوزيعات الاحتمالية. صعوبتك فين؟ ان انا ديسكريت، فلازم انا اللي احدد النوع، انا اللي استنتج النوع واعوض في القانون بتاعه. طيب انا توزيعة وانهي قانون؟ اجي ابص هل عدد مرات اجراء التجربة محدد؟ اه ده عدد مرات اجراء التجربة 6 مرات. طب في كل مرة تعمل فيها تجربة يا نجاح يا فشل؟ اه. طب النجاح عندي بيمثل ايه؟ ظهور الهيد ولا ظهور التيل؟ اجي ابص ايه اللي انا مهتم بيه؟ ايه اللي بيقعد يتكرر؟ الهيد. يبقى النجاح بتاعي بيمثل لي احتمال ظهور الهيد، يبقى البي بتساوي ايه؟ 2 على 3، والكيو هو الفشل اللي هو احتمال ظهور التيل اللي هو ايه؟ 1 على 3. طب في كل مرة برمي العملة الناتج اللي هيظهر لي مش هيأثر على النواتج التانية، صح؟ على النواتج في المرات التانية أو في مرات إلقاء التجربة التانية اللي بعدها. تمام، يبقى كل رمية مستقلة بذاتها. ده التلات شروط أهو متحققين، بتوع أنا شروط أنا دالة لأن في 6 هي بشمهندسين، يبقى أنا شغال إيه؟ binomial distribution لأن بيساوي 6. تمام، إن هي قيمتها أقل من أو يساوي 50 يبقى أنا شغال إيه؟ binomial. وزي ما قلنا أهو الهيد هو ده النجاح، ظهور الهيد النجاح، وظهور التيل هو الفشل. استنتجت منين ان الهيد هو اللي انا مهتم بيه، هو اللي بيقعد يتكرر كتير في المساله، يبقى البي ب2 على 3 والكيو ب3. طيب الراندوم فاريبل بتاعي هو عباره عن ايه؟ عدد مرات النجاح. طالما انا في باينوميال، الراندوم فاريبل هو عدد مرات النجاح اللي هو عدد مرات ظهور ايه؟ الهيد. ممكن ما يظهرليش ولا هيد، يعني الاكس في صفر، ممكن يظهر لي هيد واحده، ممكن ايه في الست رميات يظهر لي هم كلهم يبقوا هيد، يعني الاكس بكام؟ ب6. خلاص عندي الان وعندي البي اقدر احسب اي احتمال. ايه الاحتمال الاولاني؟ at least 4 هيد، يظهر انا رميت 6 خلاص اهو، احتمال ان على الاقل يظهر لي 4 هيد، يعني 4 فاكثر، 4 واكثر من 4. ان الراندوم فاريبل اهو، ايه اللي اكتر من ايه؟ قيم الراندوم فاريبل اللي بتحقق لي الشرط ده، اكس اكبر من او يساوي الاربعة. اجي ابص على الراندوم فاريبل، دي القيم بتاعته اهي 4 5 6، احسب الاحتمالات الثلاثة دول واجمعهم على بعض. ماشي، اظن مفيش مشكلة. طب تعوض في قانون الباينوميال، تعويض مباشر عن الاكس بكام؟ باربعة وبخمسة وبست. طيب نبص هنا بقى، احتمال ظهور appearing ظهور fewer hits than tail، عدد مرات ظهور الهيد أقل من عدد مرات ظهور التيل. طب دي تتحقق ازاي يا باشمهندسين؟ عدد مرات ظهور الهيد مينفعش عدد مرات ظهور الهيد يكون قد عدد مرات ظهور التيل، مينفعش عدد مرات ظهور الهيد أكبر من عدد مرات ظهور التيل. تمام، اهو fewer hits than tails، عدد الهيد أقل من عدد التيل. ماشي، طيب أنا برمي العملة كم مرة؟ 6 مرات. أنا عاوز عدد الهيد يكون أقل من عدد التيل، مينفعش يساويه، مينفعش يبقى أكبر منه. طب هعمل إيه؟ الستة دي هقسمها على 2 تديك 3، يبقى أنا عاوز عدد الهيد أقل من عدد التيل، يبقى الإكس أقل من 3.
ما هو الاكس ده عدد مرات ظهور الهيد، يكون اقل من نص الايه الرميات، مش يكون اقل من نص الرميات يا باشمهندسين، اللي هي 6 على الاتنين اللي هي 3، عشان اضمن ان اللي عدد الهيدز اقل من عدد التيلز. اكس اقل من 3، اروح ابص على الراندوم فاريبل، ايه قيم الاكس اللي اتحقق للشرط ده؟ اكس اقل من 3 هي الصفر والواحد والاتنين، اهو الصفر والواحد والاتنين، احسب الاحتمال هنا وهنا وهنا واجمع الاحتمالات على بعض. عن طريق ايه؟ عن طريق التعويض في دالة التوزيع الاحتمالي. طيب المطلوب الثالث، اكتر من نص الرميات هيد، اكتر من نص الرميات. طب نص الرميات بكام؟ 6 على 3، اسف 6 على 2 ب3، اكتر من نص يعني اكتر من 3. هل قال لك مور ذان اور ايكوال؟ لا قال لك مور ذان بس، يبقى هنا علامه اكبر من، مفيش يساوي، اكس اكبر من 3، اكتر اكتر من نص الرميات يعني أكتر من 6 على 2 اللي هي 3. أجي أبص على على قيم الإكس، فين قيم الإكس اللي بتحقق لي الشرط ده إن إكس أكبر من 3 اللي هي 4 و5 و6 أهو، هو هو هتلاقي الناتج اللي ظهر لي في المطلوب رقم A. تمام. هنا نخلي بالنا، هو بص في المطلوب ده هنا احتمال إيه؟ إن إكس أكبر من 3، وفي المطلوب بي كان احتمال ان اكس اقل من 3، هل دول مكملين لبعض؟ يعني احتمال ان اكس اكبر من 3 مكملة احتمال ان اكس اقل من 3؟ لا، يعني ما في، قلنا لازم واحدة منهم يكون فيها ايه يساوي، ماشي كده انا اهملت احتمال ان اكس بيساوي ايه 3، في احتمال ان اكس بيساوي 3 في النص ما بينهم، ماشي، يعني مفيش حد يقول لي لا ده احتمال ان اكس اكبر من 3 بتساوي 1 ناقص احتمال اللي انا جبته من البي، لا ما ينفعش. اه دي اكبر من صح والتانية اصغر من، بس الاحتمالين الاتنين مفيش واحد منهم فيه يساوي، ماشي، احنا قلنا عشان استخدم المكملة لازم واحد منهم يا باشمهندسين يكون فيه علامة ايه يساوي، وده مش متحقق هنا. طيب إيه بيقول لك؟ عندك راندوم فاريبل اسمه اكس بيتبع التوزيع الباينوميال، ماشي، هنا مديك التوزيع الاحتمالية، قال لك الميو بخمسة والسيجما تربيع بأربعة. سيجما تربيع اللي هي ايه؟ اللي هي الفارينس، نخلي بالنا هو بيقول لي الفارينس ولا بيقول لي الستاندرد ديفيشن، المين بخمسة والستاندرد واسفه والفارينس بأربعة، هات احتمال اهو، عشان كده بقول لكم تحفظوا شكل الدالة، قال لك بي جواها تلات ارقام ستة، ان بي الستة دي يعني ايه؟ لو نفتكر كده البي كانت الارقام اللي جواها اكس، ان بي عدد النجاحات، عدد مرات إجراء التجربة، احتمال النجاح. فلما يقول لي حاجة زي كده يعني احتمال إنك تنجح 6 مرات. طيب مش دي دالة باينوميال؟ عشان أحسب احتمال إن أنا أنجح 6 مرات لازم أعرف قيمة الـ N ولازم أعرف قيمة الـ B. طب هجيبهم منين؟ مش دول مجهولين؟ فهو مديني معلومتين أهو، عشان ايه يبقى عندي معادلتين في مجهولين احلهم مع بعض اجيب قيمه ال N وقيمه ال B. قال لك الميو بخمسه والسيجما تربيع باربعه، طيب انا شغال ايه؟ باينوميال. طب الباينوميال المين بتاعها بيساوي ايه؟ ال N في ال B، عشان كده بنقول المين والفارينس والمومنت جنريتنج فانكشن حفظ، المين بتساوي N في B في حاله الباينوميال، قال لك بكام دي؟ بخمسه. سيجما تربيع اللي هي الفارينس بيساوي N في B في Q، قال لك بتساوي ايه هنا في المثال ده؟ اربعه. طب الكيو دي مش مجهول تالت ولا حاجة، قلنا الكيو دي ما هي إلا مكملة البي، يعني ممكن أشيل الكيو وأحط مكانها واحد ناقص بي، ماشي، فتفضل زي ما هي معادلتين في مجهولين. حل المعادلتين دول مع بعض إزاي؟ ممكن تعوض بالمعادلة الأولى في التانية، يعني إيه؟ تروح هنا وتشيل الإن في البي وتحط مكانها خمس، وتلاقي إن كيو بتساوي إيه؟ 4 على 5، أو تقسم المعادلتين على بعض. هنا مينفعش بقى طرح وجمع معادلات، هنا هتقسم، يتعوض بمعادلة في التانية يتقسم المعادلتين، ان في بي اللي في البسط هتروح مع ان في بي اللي في المقام، اتبقى لك 1 على الكيو بتساوي كام؟ 5 على 4، يعني بص كده الطرف الشمال على الطرف الشمال بيساوي الطرف اليمين على الطرف اليمين، دي طريقة القسمة، ماشي، ده هيروح مع ده، اتبقى لك 1 على الكيو بتساوي 5 على 4، طرفين في وسطين يطلع لك الكيو كام؟ 4 على 5. طب البي هي مكملة الكيو، يبقى 1 ناقص 4 على 5 بواحد على 5،
طب جبت البي، حلو قوي، باقي لك ايه؟ باقي لك الان. طب هتعمل ايه؟ تروح للمعادله الاولى، شيل البي وحط مكانها 1/5، يطلع لك الان بكام؟ ب25. خلاص، يبقى انت تشيل الان وتحط مكانها 25، تشيل البي وتحط مكانها احتمال النجاح اللي هو بكام؟ ب5. يعني هو بيقول لك لو عملت التجربه 25 مره، احتمال انك تنجح 6 مرات في حاله ان احتمال النجاح ب5. ماشي، هعمل ايه؟ اروح ال N وال B وال Q اشيلهم واحط قيمتهم، وال X نفس الكلام، واحسب الاحتمال. ماشي، طيب هنا بيقول لك ايه؟ نركز بقى في المسألة دي، بيقول لك number of typographical errors on a single page of a book has a Poisson distribution with a mean of one error per page. في كتاب، احنا لما اي حد بيجي يطبع كتاب بيبقى فيه نسبة اخطاء مقطعية، اخطاء في الطباعة، في مقدار في اخطاء في الطباعة، صح؟ فبيقول لك اللي هي typographical error ده، بيقول لك on a single page، هو مش شغال على الكتاب كله، هو بيقول لك في الصفحة الواحدة من الكتاب، في الصفحة، نخلي بالنا من الكلام المكتوب، بيقول لك في الصفحة الواحدة اللي في الكتاب بيبقى فيه أخطاء مطبعية. ماشي، الأخطاء المطبعية دي طبعا تخيل كده، يعني لو خدت أي صفحة في كتاب، يعني فكر كده، أي صفحة في أي كتاب في الدنيا، الأخطاء المطبعية ممكن تكون إيه؟ ممكن ما تلاقيش ولا خطأ، يعني صفر، ممكن تلاقي خطأ واحد، يعني تقول الإكس بواحد، ممكن تلاقي خطأين، يعني الإكس باتنين، ممكن تلاقي 3 أخطاء، يعني الإكس بتلاتة، ممكن تلاقي 100 خطأ، 1000 خطأ، صح؟ ده وارد. ماشي، يعني الأخطاء في الصفحة الواحدة ممكن ما فيش ولا خطأ، لحد بقى مفتوحة بقى في 10 أخطاء، 20 خطأ، 25 خطأ، وهكذا. تمام، طيب هنا الأخطاء، عدد الأخطاء الموجودة في الصفحة الواحدة ممكن تاخد قيم إيه؟ مختلفة، من صفر لحد ما لا نهاية. ماشي، طيب الأخطاء دي أهو، عدد الأخطاء أهو بياخد قيم مختلفة، يبقى ليها مين؟ قالك متوسط الأخطاء في الكتاب ده بالذات بواحد إيرور في الإيه؟ في الصفحة الواحدة، يعني القيمة المتوسطة لعدد الأخطاء اللي موجودة في الصفحة الواحدة هو خطأ إيه؟ واحد، one error per page. ماشي، في خطأ واحد كمتوسط في إيه؟ في الصفحة الواحدة. هو قالك بيتبع توزيع بواسون، حتى لو ما قالكش أنت هتبقى عارف إن هو بواسون. ماشي، ليه بقى؟ ليه؟ هل هنا قالك عدد، هل قالك عدد كل الأخطاء قد إيه؟ لأ. هل قالك عدد الصفح قد إيه؟ لأ، يعني عدد مرات إجراء التجربة مش معلوم. ماشي، وطالب وبيقول بس مديك ايه؟ مديك المين، قلنا لو مدينا مين او variance والان مش موجود، واحتمال الخطأ، هل هنا في المسألة مديك قالك احتمال ان يكون في خطأ واحد في الصفحة بيساوي كذا؟ لا، لا مديك الان ولا مديك البي، لا مديك الان ولا مديك البي، انما مديك المين، يبقى انت على طول ايه؟ بواسون. ماشي، المين بواحد، قلنا المين في حالة البواسون بكام؟ بلامدا، يعني اللامدا بواحد، انت عرفت اللامدا يبقى تعرف تحسب اي احتمال. قال لك ايه؟ calculate the probability that there is at least one error on this page، احتمال انك تلاقي at least، على الاقل خطأ، هي المفروض at least an error أو one error، هتلاقي خطأ واحد على الأقل في الصفحة، في الصفحة دي، أو في المسألة دي سهلها عليك وقال لك بواسون، لكن هو ممكن يصعبها وما يقولكش. ماشي، تاني ماشي، لا الإن ولا البي، وقال لك المين بكذا، أو قال هيقولك في المسألة الفارينس بكذا، يبقى أنت على طول بواسون حتى لو إيه؟ لم يذكر في المسألة. طيب الاكس ده راندوم فاريبل بتاعي هو ايه؟ عدد مرات النجاح. انا النجاح بيمثل لي ايه؟ الحاجه الوحشه، ان يكون عندي ايه؟ خطا، مقدار من الخطا، نمبر اوف ايرورز، عدد الاخطاء اللي موجوده في الصفحه الواحده. يبقى الاكس الراندوم فاريبل بتاعي عدد الاخطاء اللي موجوده في الصفحه الواحده، ممكن ما تلاقيش ولا خطا، يعني الاكس بصفر، ممكن تلاقي خطا واحد، ممكن خطأين، لحد ايه؟ ما لا نهايه، مفتوح. هو ما قاليش الان بكام، يعني ما قاليش عدد الاخطاء في الكتاب كله بكام. ماشي، عشان كده الاكس سبتها ايه؟ مفتوحة. ماشي، نهايتها مفتوحة.
قال لك المين بواحد، طب انا عارف ان المين في البواسون بلامدا، يبقى لامدا بواحدة اهو ماشي. هو قال لك احتمال بقى، طالما عرفت اللامدا تعرف تحسب اي احتمال، at least an error on this page، على الاقل خطأ واحد، خطأ مطبعي واحد في الصفحة، واحد على الاقل، يبقى x اكبر من او يساوي ايه واحد، at least one، يبقى على اكبر من او يساوي الواحد. طب دي قيم الراندوم فاريبل x، دي القيم بتاعها، ايه القيم اللي بتحقق للشرط ده من واحد فيما فوق، واحد اتنين تلاتة اربعة لحد ما لا نهاية. هل هتجمع كل الاحتمالات دي؟ مش هتعرف اصلا. امال هتعمل ايه؟ هنعمل قانون المكملة. المكملة هنعمله ازاي؟ هنقول الاحتمال ده بيساوي واحد ناقص احتمال الاكبر من اقلبها اصغر من، هنا في يساوي يبقى هنا مفيش يساوي. طب احتمال ان اكس اقل من الواحد، اجي ابص ايه قيم اكس اللي بتحقق الشرط ده ان هو اقل من الواحد، اللي هي الصفر بس اهي. فكل اللي هعمله اروح هنا اشيل اللمضة واحط مكانها واحد، واشيل الاكس واحط مكانها صفر، يطلع لي الاحتمال بكام؟ بستة من عشرة. طيب هنا بيقول لك في مصنع بيصنع manufacturing، بيصنع ايه؟ بيصنع several ceramic layers، شرايح سيراميك، بيصنع مصنع بيصنع شرايح سيراميك. بيقول لك 1% من الشرايح دي مش منصين defective، 1% من الشرايح defective، يعني الشريحة كل شريحة المصنع بيصنعها ممكن تكون defective وممكن تكون ايه non defective. هل في حاجة تالتة؟ لا. طب احتمال ان انا اكون بالديفكتيف بكام؟ قلنا النسبه المئويه هي الاحتمال، يبقى بتساوي 1 من 100. assemble of 200 independent units is tracked for warranty performance. قال لك ايه طبعا المصنع بيصنع شرايح كتيره جدا من السيراميك، فهو بيقول لك ايه، خدت عينه فيها ايه 200 شريحه سيراميك بس، اخدت 200 شريحه سيراميك independent، يعني كل شريحه ملهاش علاقه بالباقيين، هي بايظه مش بايظه، فيها عيب صناعه فيها ما فيش عيب صناعه، ما بتاثرش على الباقيين. اخدتها ليه؟ تريد فور وارنتي بيرفورمانس، بيشوف يعني جوده السيراميك المصنع بيصنعه، يعني بتتبع اداء او جوده السيراميك اللي بتصنع. فبياخد عينة، أخد عينة من 200 إيه 200 قطعة سيراميك. هات probability إن السامبل اللي هي الـ200 دي يكون فيها إيه 5 defective unit، يكون خمسة منهم defective، فيهم عيوب إيه، فيهم عيوب صناعة. أبص هنا بقى، يبقى أنا عندي 200 شريحة سيراميك، همسك شريحة فيهم أشوف هي defective ولا non defective ماشي، يبقى هعمل التجربة كم مرة؟ 200 مرة، يبقى هنا في المثال ده عدد مرات إجراء التجربة محدد ب200 ماشي، يبقى أنا شغال يبرنولي يا باينوميا لبواسون. طب ال200 ده أكبر من ال50، يبقى أنا شغال إيه؟ شغال بواسون. طب عاوز أتأكد برضو، مش أنا كل شريحة من ال200 شريحة دول يا ديفكتيف يا نون ديفكتيف، يعني يا نجاح يا فشل، ومديني احتمال النجاح أهو، احتمال ان المنتج يكون ديفكتيف بواحد ايه واحد من مية، يبقى البي بتساوي واحد من مية، والكيو بتساوي ايه احتمال الفشل اللي هو 99 من 100. وقال لك دول اندبندنت، يعني 200 شريحة دول اندبندنت، يبقى انا كل ده بيأكد لي ان انا ايه، ان انا بواسون. طيب البواسون محتاج ايه عشان احسب الاحتمال عند اي اكس؟ محتاج قيمة اللامدا. طب اللامدا بتساوي ايه؟ ان في بي، الان بكام؟ عدد مرات اجراء التجربة اللي هم ايه 200 شريحة اللي انا ايه اللي انا هدرسها ماشي او هختبرهم. طب البي احتمال النجاح اللي هو ايه، انا مهتم بايه، ان المنتج يكون ديفكتيف، يبقى البي قال لك بكام؟ بواحد من مية. خلاص خلاص، عند الان والبي اضربهم في بعض اجيب اللامدا، اللامدا باتنين يبقى القيمة المتوسطة للاكس ده اللي هو عدد النجاحات او عدد شرائح السيراميك الديفكتيف باتنين. طيب هو طالب منك ايه؟ احتمال انك تلاقي 5 ديفكتيف يونتس، ال 200 شريحه دول يبقى جواهم ايه 5 ديفكتيف يونتس اكزاكتلي، بالظبط خمس شرائح ديفكتيف، يعني الاكس بكام؟ بخمسه. مش احنا قلنا الاكس عدد النجاحات اللي هو عدد الديفكتيف يونت، يبقى شيل الاكس وحط مكانها خمسه. اروح هنا شيل الاكس وحط مكانها خمسه، واشيل اللمضه واحط مكانها ايه 2، يطلع لي ايه الاحتمال.
طيب هنا بيقول لك المومنت جنريتنج فانكشن لراندوم فاريبل اكس بكذا، اهو دي الداله المعادله للعزوم لراندوم فاريبل اكس. وما قالكش في المساله دي انا شغال انهو توزيع، برنولي ولا باينومي ولا بوسون، ماشي. وبعدين بيقول لك ايه، هات المين وهات الفاريانس وهات احتمال ان الاكس بيساوي صفر. اجي ابص كده على الدوال المعادله للعزوم في الخمس توزيعات احتماليه، هلاقي دي شبه ايه، شبه التوزيع الاحتماليه بتاعت بواسون. بص كده الداله المعادله للعزوم لتوزيع بواسون اهي شبه دي بالظبط. قارن بقى الاتنين ببعض هتلاقي ان اللامدا بكام، لامدا ب3. طيب احنا قلنا مش انا شغال بواسون اهو، انا عرفت ان انا بواسون من شكل الداله المعادله للعزوم. في بواسون قلنا ايه، قلنا المين والفارينس بيساوي ايه، بيساوي اللامدا، يبقى المين والفارينس بيساوي 3. طب لو قالك الستاندرد ديفيجن هيبقى جذر 3، ماشي. طيب طالب منك احتمال ان الاكس بيساوي صفر، سهله جدا، مش دي داله توزيع الاحتمال بتاعت البواسون، هشيل اللامدا واحط مكانها 3. وعاوز احتمال ان اكس بصفر، يبقى اشيل الاكس برضه واحط مكانها ايه، حط مكانها صفر. هي المفروض دي تبقى الصفر يا باشمهندسين، معلش دي فيها غلط، ماشي. طبعا مضروب الصفر بكام، بواحد، واي حاجه الصفر برضه بواحد، فيطلع لك في الاخر الاحتمال ده باي اس سالب 3. طيب بيقول لك عندك بواسون ديستريبيوشن راندوم فاريبل، يعني متوزع توزيع بواسون، مديك المعلومة دي، احتمال هو بواسون اختصارها ايه، بي اوف 1 ولامدا بيساوي بي اوف 2 ولامدا. لا نفتكر بقى، احنا قلنا الترتيب مهم، او بتحفظ شكل الدالة مهم. في بواسون بدخل ايه، بدخل قيمة الاكس وبعدها قيمة اللامدا، اكس اللي هو ايه، عدد مرات النجاح. هننتظر الاذان يا باشمهندسين. طيب هنا بيقول لك بواسون اوف 1 ولامدا بيساوي بواسون اوف 2 ولامدا. لو نفتكر بواسون بندخلها الاول ايه، قيمه الاكس اللي هو عدد مرات النجاح. فبيقول لك احتمال ان عدد مرات النجاح بواحد بيساوي احتمال ان عدد مرات النجاح باتنين، الاحتمالين دول متساويين، فهتساويهم ببعض عشان تحسب ايه، اللامدا، ماشي. هي معادله في مجهول واحد،
كل اللي هتعمله هتروح لدالة بوصون يا باشمهندسين، دالة توزيع بوصون، وتشيل الاكس وتحط مكانها واحد وتسيب اللمضة زي ما هي، وهنا تروح هنا تشيل الاكس في توزيع بوصون وتحط مكانها اتنين وتسيب اللمضة زي ما هي، وتختصر على قد ما تقدر، هيطلع لك في الاخر ان اللمضة بكام؟ اللمضة باتنين. طيب هنا بقى مسألة بقى على الجيومتريك والنيجاتيف باينوميكال. بيقول لك ايه؟ The probability that a lady has a male baby in any pairs is told. Find the probability that the lady has first male in the second pairs. نفكر كده بقى. دي بقى صيغة مختلفة تماما عن كل اللي احنا قلناه. ليه بقى؟ بيقول لك ايه؟ في ست طبعا اي سيدة هتولد ايه؟ يا ولد يا بنت. بيقول لك احتمال انها تولد ولد في اي ولادة، في اي ولادة بتولد. طب هي بتولد يا ولد يا بنت، يبقى احتمال انها تولد ولد بتولد، وبالتالي احتمال انها تولد بنت بايه؟ باتنين على التلاتة. بيقول لك هات احتمال ان الست دي تولد الولد الاول فيرست ميل، الولد الاول في الولادة التانية. دي بقى مختلفة عن المسائل اللي فاتت. ازاي؟ المسائل اللي فاتت كان بيقول لك انت هتعمل التجربة كم مرة، يعني مثلا هيقول لك الست ولدت مثلا 3 مرات 4 مرات 5 مرات، محدد لك عدد مرات الولادة. لكن هنا في المسألة دي هل قايل لك الست ولدت كم مرة؟ لا، هو بيقول كل اللي مهتم بيه ايه؟ هو الولد الاولاني هتولده فين؟ في انهي ولادة؟ فهو قال لك في الجزئية دي بالذات، في المطلوب رقم واحد، هو الولد الأولاني الست هتولده احتمال إنها تولده في الولادة التانية. تمام، يبقى هو بيحسب احتمال وقوع النجاح رقم واحد عند المحاولة رقم ايه؟ رقم اتنين. تمام، ده بقى دي بقى صيغة مختلفة اللي هي نيجاتيف باينوميا اللي ايه؟ يا جيومتري. طيب احنا قلنا في النيجاتيف باينوميال والجيومتريك عندي حاجتين، الكي اللي هو عدد مرات النجاح، والاكس هو الراندوم فاريبل اللي هو عدد المحاولات لحين الحصول على كي من النجاحات. ولو الكي بواحد يبقى انا شغال جيومتريك، لو الكي اكبر من واحد يبقى انا نيجاتيف باينوميال. طب اجي هنا طالما قعد عم قال لي ميل اهو مرتين وما ذكرش خالص الفيميل، يبقى انا الست تولد بيبي ولد، ده النجاح بالنسبة لي. تمام، طيب يبقى هنا probability of male baby بتولد، يبقى البي احتمال النجاح بكام؟ بتولد. طيب انا بقى عاوز احدد انا شغال جيومتريك ولا نيجاتيف باينوميال. اجي بص ده النجاح الاولاني، الولد الاول مش الولد بالنسبة لي، ولادة طفل ميل ده نجاح، فهو ده النجاح الايه؟ الاولاني first، النجاح الاولاني. يعني الكي بكام؟ كي بواحد، كي بواحد على طول، يبقى انا ايه؟ جيومتريك. خلاص، طيب في الولادة رقم اتنين يبقى الاكس بكام؟ اتنين. احنا قلنا الاكس راندوم فاريبل اللي هو عدد المحاولات، او عدد هنا في المثال ده عدد الولادات لحد ما احصل على ايه؟ على اول ميل. اهو نفس الكلام اللي احنا قلناه، السكسس بالنسبة لي ان ولد يتم ولادته، والفيلير ان بنت هي اللي يتم ولادتها، فبالتالي البي بتولت وكيوب اتنين على التلاتة. طيب دي جيومتريك ليه؟ لان الكيب واحد ده النجاح الاولاني او الولد الاولاني، كيب واحد، وهنا في الولادة رقم اتنين يعني الاكس باتنين. سهلة جدا، هتروح للدالة الجيومتريك، دي الدالة الجيومتريك اهي، هتشيل البي وتحط مكانها تولد، تشيل الكيو وتحط مكانها اتنين على التلاتة، والاكس تشيل وتحط مكانها رقم المحاولة. هو الولد الاولاني عاوزه يتولد في الايه؟ في الولادة التانية، في المحاولة التانية، في المرة التانية، يعني اشيل اكس احط مكانها ايه؟ اتنين، يطلع لي قيمة الاحتمال. طيب المطلوب التاني، هات احتمال ان the first male at most in the third birth، ان الولد الاولاني يتولد على الاكثر في الولادة الايه؟ في الولادة التالتة. الولد الاولاني يعني النجاح الاولاني احققه في انهي محاولة؟ بالكتير اوي في المحاولة التالتة. يبقى تاني نبص هنا، first male يعني اول نجاح، يعني كي بواحد، يبقى انا شغال ايه؟ جيومتريك. احدد الاول النوع، انا نيجاتيف ولا ايه؟ ولا جيومتريك، ده في البدايه. وبعد كده بقى اروح ابص على قيم الاكس، انا بقول بالكتير قوي في المحاوله او الولاده رقم 3، فيبقى ايه؟ ولاده رقم 3 يبقى ايه؟
ممكن في الولادة رقم 3 أو الولادة رقم 2 أو الولادة رقم إيه؟ رقم 1، صح؟ إكس أقل من أو يساوي إيه؟ إكس أقل من أو يساوي 3، ودي شكل الدالة الجيومتريك. طب والبي إحنا جبناها، البي بتلت والكيوب 2 على 3 كنا جايبين. طب أجي هنا الإكس هنا تاخد قيم إيه؟ أنا عاوز إكس أقل من أو يساوي 3، الإكس هتاخد قيمة إيه يا باشمهندسين؟ إيه القيم اللي هتاخدها الإكس أصلاً؟ اللي هو عدد الولادات لحد الحصول على أول نجاح. إحنا قلنا في النيجاتيف أو النيجاتيف باينوميال أو الجيومتريك الإكس أول قيمة ليها هي قيمة الإيه؟ قيمة الكي، ماشي؟ الكي هنا بكام؟ بواحد، يبقى من 1 2 3 وهكذا، ماشي؟ ما مينفعش مثلا أولد الولد الأولاني في الولادة رقم 0، ماشي؟ لازم رقم الولادة يكون أكبر من أو يساوي إيه؟ أول نجاح، ماشي؟ أو يساوي رقم أكبر من أو يساوي رقم النجاح. عشان كده الـ X random variable بتاعي بدايته قيمة الـ K اللي هي هنا في الجزئية دي بكام؟ بواحد، في الجزئية دي بس، جزئية رقم 2 بواحد. طيب إيه بقى قيم الـ X اللي بتحقق للشرط ده؟ ايه القيم الاكس اللي اقل من او يساوي التلاتة؟ هلاقيها 1 و2 و3، احسب الاحتمال هنا وهنا وهنا عن طريق التعويض في القانون ده واجمعهم على بعض، ماشي؟ طيب هنا المطلوب التالت، هات احتمال ان يتم ولادة الطفل التالت في الولادة رقم 10. انا ماليش دعوة بقى الطفل الاول، الولد الاولاني والولد التاني اتولدوا امتى، انا اللي يهمني ايه؟ ان الولد التالت اللي هو تالت نجاح بالنسبة لي يتم ولادته في الولادة رقم 10 أو المحاولة رقم 10. يعني الكي اللي هي عدد مرات النجاح، أنا كده ولدت 3 مرات ولد، يبقى نجحت 3 مرات، يبقى الكي بكام؟ بتلاتة. طب نجاح رقم كي ده أو رقم 3 حصل إمتى؟ في المحاولة رقم كام؟ في المحاولة رقم 10، يبقى الإكس بكام؟ الإكس ب10. خلاص هروح بقى للنيجاتيف، كي هي اكبر من التلاتة، اسفة، كي اكبر من الواحد، يبقى انا شغال ايه؟ نيجاتيف باينوميال. البرامتر بتاعتك كي ناقص 1 ده شكل الدالة النيجاتيف باينوميال اللي مش منسين، كي ناقص 1 اكس ناقص 1 بي، بفكركم بيها تاني عشان تبقوا ايه ممكن تقابلوها في مسائل، ماشي؟ ودي إيه شكل الدالة اللي هنعوض فيها، هتشيل الاكس تحط مكانها 10 وكي تحط مكانها 3 والبي والكيو كام؟ بتلت واتنين على التلاتة. طب في الجزئية دي بقى الاكس ممكن تاخد قيم ايه؟ فكر كده، الاكس عموما اللي هو عدد المحاولات حتى الحصول على النجاح رقم 3، فكر كده، هل ينفع اعمل اولد مرتين عدد محاولاتي يعني، او عدد مرات الولادة يكون 2 اقل من عدد مرات النجاح؟ لا، بدايتي 3 4 5 وهكذا لحد ما لا نهاية، يبقى الاكس دي عدد المحاولات حتى الحصول على 3 نجاحات، يبقى ممكن احاول 3 مرات 4 مرات 5 مرات 6 مرات وهكذا لحد ما لا نهايه. احتمال بقى ان النجاح رقم 3 المطلوب هنا بقى، احتمال ان النجاح رقم 3 يتحقق في المحاوله رقم ايه؟ رقم 10. اطبق بقى اهو، اروح للداله دي واشيل الكي ب3، اشيل اكس احط كي احط مكانها 3، اشيل اكس احط مكانها 10، والبي والكيو قيمهم اهو، تمام؟ واحسب ايه؟ واحسب الاحتمال، ماشي يا باشمهندسين؟ دي كانت آخر مسألة في السكشن. حد عنده سؤال؟ الإثباتات مش مهندسة اللي الدكتور بيتكلم عليها. الإثباتات، الدكتور قال إثباتات إيه اللي عليكم؟